الحقيقة سيادتك ده موضوع مهم بيجعل هناك قرب من الله سبحانه وتعالى، وبيجعل هناك لجوء إليه سبحانه وتعالى، لأننا في بعض الحالات قد لا نستطيع أن نصل إلى الحقيقة من وراء التكليف، لماذا كلفنا على هذه الهيئة؟ فبنجد بنقرأ مثلا في الصلاة، نجد الصلاة في الحقيقة في أغلبها شيء تعبدي، يعني بأننا العقل عاجز عن إدراك حقيقة الهيئة التي أمرنا الله أن نصلي عليها. لماذا؟ لماذا أمرني أن أصلي الصبح ركعتين، وفي الظهر أربعة، وفي العصر أربعة، وفي المغرب ثلاثة، وفي العشاء أربعة؟ ولو جئنا إلى الحج مثلا بنجد في الحقيقة أغلبه تعبدي، يعني العقل عاجز أيضا في أننا أولا نحرم على هيئة معينة، وبعدين بعد ما نتلبس بهذا الإحرام بنذهب إلى بيت الله الحرام ونطوف حول البيت، حول الكعبة المشرفة، سبعة أشواط، تبدأ من الحجر الأسود وتخلي الكعبة عن شمالك وإلى أن تنتهي إلى الحجر الأسود لشوط، وهكذا تخلص السبعة، وبعد ما تنتهي بتروح تسعى بين الصف والمروة سبعة، وبعدين بعد ذلك تذهب إلى الجمار في يوم النحر يوم العيد، وترمي أول في يوم العيد جمرة العقبة الكبرى سبعة بس، وبعدها اليوم الأول من أيام التشريق، واليوم الثاني لمن تعجل بترمي سبعة سبعة سبعة، وهكذا. في أمور كثيرة جدا في الحقيقة العقل بيقف عاجزا عن إدراك لماذا شرعت هذه العبادات على هذا على هذه الهيئة وعلى هذا على هذا النحو. فبيسموها في الفقه هذا اسم جانب التعبد في التكاليف. التعبد يعني أنا أعبد ربي سبحانه وتعالى على هذه الهيئة، على هذه الهيئة، والتسليم له سبحانه وتعالى بهذه الهيئة، يعني كأن الخضوع في العبادة بهذه الهيئة هو جزء من العبادة. جيد. لكن أيضا هذا لا يعني أن العقل عجز وأن العقل يقف هكذا. أنا أخشى أن فهمت من كلام سيادتك أنه أنا عايز تعبد، يعني أنا أسلم حتى ولو لم أدرك. أنا بس أخشى إيه؟ أن احنا وإحنا نتحدث وكأننا نسلم سلفا ولا نعمل العقل. لا، هنعمل العقل. نعمله كيف؟ هنفكر. نفكر. وهنسأل أنفسنا وليه، ونحط علامات الاستفهام. علامة الاستفهام هي جزء من مكونات العقل الاجتهادي، جزء من مكونات العقل المسلم اللي هو بيتعامل مع النصوص وبيتعامل مع الواقع. جميل. لابد أن يكون علامة الاستفهام كثيرة عنده. جميل. ويحطها ويحط احتمالات لعل لعل لعل. يعني هل 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 دي من صميم الإيمان؟ وهي شوف، أنت عند سيادتك في الاجتهاد مركوز على جملة من الأسئلة. أيوة. يعني عشان خطر نوصل لفتوى أنا هنسأل جملة من الأسئلة. أولا، هل ثبت؟ مظبوط. يعني هل هذا النص الذي أرتكنه ثابت؟ ثابت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ربي عز وجل. هل ثبت؟ طب إذا كان ثبت يبقى إذن نجي السؤال الثاني، ماذا؟ ما هو المعنى؟ ماذا نستنبط منه؟ مظبوط. وبعدين نجي لسؤال بعد كده، لماذا؟ هذا المهم بقى اللي هو في التعليل. ما مقام يعني من الإعراب هنا؟ التدليل والتعليل. جميل. وبعدين التنزيل. جميل. يعني الثبوت. أيوة. أولا الثبوت، وبعدين بعد كده التدليل، ندلل ونشوف المعاني إيه، ثم وبعدين بعد ذلك التعليل، لماذا؟ أيوة. قضية التعليل دي المهمة في فهم لماذا شرعت هذه العبادات. كويس. فحنسأل لماذا شرعت الصلاة؟ لماذا شرعت الزكاة؟ يمكن حنعجز عن لماذا شرعت على هذه الهيئة. أيوة. ما نعرفش نجاوب عليه، لكن حنسلم الأمر لله سبحانه وتعالى وأقول له يا ربي أنا عبدك وأنت أمرتني، وما على العبد إلا أن يطيع ربه سبحانه وتعالى فيما أمره بالهيئة التي يريدها. قد لا أستطيع أن أصل لماذا، لكن أنا أعبدك على هذا النحو
وأسلم الأمر إليك على هذا النحو. لكن نفس قضية التسليم المحض والخضوع لله عز وجل والتعبد على هذا النحو فيه تهذيب للنفس. جميل.